صباح الخير، صباح النور، صباح التيسير، صباح الوقت، صباح الياسمين. كيف بقيتي بلاباس؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ كي بقاو الميمات؟ تنتمنى على الله يكون كل شيء على خير وفي صحه جيده وراحه البال. هذا النهار كيف ما تتشوفوا، وبعدا سنه سعيده، كل عام وانتم بخير. واخا جات متاخره سمحوا لي بزاف بزاف، كما تتعرفوا انا مسافره. ملي تنكون مسافره دائما الاشياء تتخلط وتبدل لك البرنامج اللي تتكون دايره، وتبدل بزاف ديال الحاجات. وما تنقدش يعني نغيب عليكم ونخليكم ما تنتشوفوش، لان تنتوحشكم اولا. وشنو باش نقول، كيبقاو الميمات، كي دايرين مع الصحيحه، كي بقيتوا مع العام الجديد؟ من هذا المنبر باش نهضروا هذا النهار ان شاء الله الرحمن الرحيم على كيفاش نستقبلوا العام الجديد، نرميو من مورانا كل شيء اللي هو داز عنا قبيح، صافي ما نعاودوش نجبدوه، ما نعاودوش نذكروه بصفه نهائيه، باش نكونوا مرتاحين، باش نجددوا الطاقه ديالنا في هذا العام الجديد هذا، باش ما نكونوش شي تنبقاو نجبدوا الماضي، تنجبدوا الاشياء اللي قبيحه. كيف ما قلنا رمينا كل شيء اللي هو قبيح، ما صالحناش من معارف، من يعني من حاجات اللي دازوا علينا، من بزاف ديال الحاجات اللي دازوا قباحين، صافي نطوي الصفحه ونبداو بحول الله عام جديد 2020 ان شاء الله الرحمن الرحيم يكون مزيان، ويكون بالصحه والسلامه، ويكون بالرزق والتيسير، ويكون بالقلب ابيض. وهالطياره دايزه خصني تنطفي تتمشي فوالا. يمكن هاد الجياره جايه من فوق المطار، داكشي علاش الطياره تيدوزو تيديرو الصداع. الشتا تطيح، داكشي علاش راني ما قديتش نحيد القب. وقلت هاد النهار ماشي من الهواء الطلق، نبدلو، ما نبقاوش ديما في الدار، ما نبقاوش ديما مسجونين، ما نبقاوش ديما هي في القلب الدار. يعني مثلا تتكون النفسيه ديالنا شي شويش، نخرجوا نشموا الهواء. قلت ما فيها باس، حنا رحنا في كما تتعرفوا في المانيا، نفرق معكم هاد الجو رائع. واخا كاين هذيك الشتا كاين البرد بزاف، ولكن قلت نخرج نبدا معكم عامي جديد بحول الله، من الخضروات، من يعني من الهواء ديال سيدي ربي، من يعني من الطبيعه، باش نكونوا مرتاحين، باش نبداو عامنا ان شاء الله الرحمن الرحيم كله جديد، كله ان شاء الله الرحمن الرحيم نجاح. شنو قلنا هذا النهار؟ هذا النهار هي باش نهضروا مع بعضياتنا، هذا النهار هي باش نبداو العام الجديد بكل حيويه. كيف ما قلنا، نساو اي حاجه قبيحه، نساو اي حاجه دازت علينا، صافي نرميوها، صافي ما نبقاوش نقولوا لا لا لا، ملي نكونوا جالسين عاوتاني نوليو نجبدوها، لا سيفيني. نبداو نجيبو كما قلنا كارني، ونقيدو فيه، نكتبو فيه شنو باش نديرو بحول الله لهذا ان شاء الله. خلانا الله تعالى دائما بالاذن ديال الله، دائما تنقولو بالاذن ديال الله، باش نبداو يعني نرتبو حياتنا، باش نبداو شنو باش نديرو. الا كان عندنا شي مشروع، كنا باش نديرو شي حاجه، كنا باش نسافرو، كنا باش يعني نجمعو واحد الفليسات في هاد الجويهه، كنا باش نديرو حويجات مثلا باش نخيطوهم، اي حاجه باش نجيبو دفيتر، وماش نديرو بحول الله. هذا شنو خصنا تخصها القده والقده، هذه شنو خصها القده والقده. كانوا عندنا شي كوموندير سا، كانوا عندنا شي حويجات قدامين ديال العام اللي داز ما محتاجينهمش، نجمعوا كلشي، نحلوا الماريو، نحيدوا كلشي اللي عندنا قديم اللي ما محتاجينهش، كله نخرجوا نصدقوا في سبيل الله. كانوا عندنا لا فيسيل لواني بزاف، حتى هما ما فيها باس نقصوا. الا عندنا شي حاجه مهرسه نخرجوا نرميوها، عندنا شي حاجه قديمه باليه ما تصلحناش نخرجوا يعني نخرجوها نرميوها، يعني ما صلحناش، باش ندخلوا الطاقه الايجابيه في هذه السنه هذه اللي عندنا، باش ندوزوا ان شاء الله الرحمن الرحيم تكون مزيانه. كل ما كيف ما قلنا هو قديم وما صالحش نخرجوا، اللي تيترمى تيترمى، اللي تيتعطى في سبيل الله تيتعطى، باش نجددوا طاقه تكون ان شاء الله الرحمن الرحيم طاقه ايجابيه عندنا للدار. نغيروا الا كان عندنا الديكور في هذا القنيت هذا، نحيدوه نردوه في القنت الاخر، ماشي لابد نشريو كيف ما تنقول لكم الحاجه الجديده، ابدا ما نمشي نخسروا الفلوس ولا شي حاجه، لا نديروا الا عندنا شي حويجه مخبعينها نجبدوها، نبدلو الديكور، نبدلو الالوان ديال الحيوط، نبدلو الا عندنا شي تكيكيات نغيروهم، نحيدو داكشي اللي كان عندنا العام اللي داز، نديرو حويجه جديده واخا تكون قديمه، نضربو لها غسله ونصبنوها ونقدوها ونتولوها، باش تندخلو الطاقه الايجابيه. هذه هي باش تدخل الطاقه الايجابيه للدار. وشنو قلنا، ونحاولوا
منين كيف كما تنقول لكم دائما فاش نفيقوا نقولوا نهار جديد الحمد لله الله مالك الحمد نبداو نهار جديد واخا نكونوا عيانين واخا يكون عندنا مشاكل واخا نكونوا يعني مزيرين نحاولوا نتخطاو كل شيء ونبداو بحول الله نهار جديد ويوم جديد وكيف ما قلنا شنو كنت باش نقول الحويجات كيف ما تتشوفوا الشيء القديم تنعطيوه في سبيل الله وتعاود تناخذ حويجات على قد حالنا جديدين باش الله تعالى تبارك لنا في يعني في الصحيحه وتدخلنا ديك الطاقه ديال الايجابيه للصحيحه وكل شيء. كيف ما قلت لكم ما قديتش نعري راسي راه حيت البرد وفي الصراحه الا لاحظتوا القناه بقات تتنزل القناه الصراحه تتنزل 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 السبب ما عرفتوش علاش واش ما بقيتوش مقتنعين ولا المحتوى اللي تندير ما بقاش تعجبكم ولا ما فهمتش علاش. تنتمنى على الله تخليوا لي الاجوبه وتخليوا لي كومونتير باش نعرف شنو باش نزيد. وتنشكر بزاف 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 جنود الخفاء اللي معايا على هذه القناه الله يكثر خيرهم تيديروا اكثر من جهدهم. وكيف ما قلت لكم هذا العام الجديد هذا بحول الله انا مش نتبعكم نتوما شنو حبيتي وانا مش نخلي راسي على جنب ومش نتبع لي كومونتير ديالكم طلبات ديالكم هي اللي مش نبقى ندير يعني متتابعه باش تطلع القناه لانني كيف ما قلت لكم شفت واحد الركود شفتها نزلت بزاف بزاف اللي حطيتها ما بقاش تعجبكم ما عرفتش شنو هو السبب واخا تندير اكثر من جهدي. وبقات دابا الاختيار في المواضيع بقى تيجي شي شويه صعيب لان ما بقيتش عارفه الصراحه اشنو ماشي يعجبكم اشنو باش ندير لكم. الحاجه اللي جيت نديرها تنقول صافي يمكن سافا با يمكن ما يمكن ما تعجبكمش يمكن ما عندهاش اهميه. لهذا تنطلب من يعني اللي عندها الغير على القناه والمتتبعات ديالي الله يعطيكم صحتكم المواضيع اللي حبيتيوها باش نبقى نشوف الا كانت 10 اكثر من 10 ديال الطلبات هي اللي باش نبقى نعطيها الاسبقيه وماش نبقى نعطيها اهميه وماش نبقاو نديروا الفيديوهات بحول الله. اما على المفاجات اللي مخليه ان شاء الله الرحمن الرحيم تنرجع بحول الله بحول الله لبلجيكا ديك الساعات عاوتاني غادي نديروا شي حويجات اخرين. وتنتمنى على الله يعني القناه تجدد وتنتوما تعطيوني الطاقه الايجابيه من عندكم كيف ما تنحاول انا ندخل الطاقه الايجابيه لقلوبكم لعندكم القلب ديالكم حتى انا بعد النوبه تنكون محتاجها بالدعم بالتعاليق هما اللي تعطيني واحد الكود بوس يعطوني واحد تدفعوني شي شويش بس نزيد حتى انا ملي تنصيب ديك الشيء تنفرح تنخرج اللي عندي. اما ملي تنصيب واحد الركود صافي بحال اللي تنبقى تنتكاسل بلا ما نطول عليكم. وشنو باش نقول لكم واعتذر على هذا الركود يعني على هذا الشيء اللي هذا في الاخر وقع القناه ما بقاتش تزيد. تنتمنى على الله بالدعم ديالكم وبالاقتراحات ديالكم تعطوني النصائح باش هذا الشيء اللي حبيتي وماشي يعني بالزز انا تنطلب يعني بطيبه الخاطر ديال الانسان باش تطلع القناه لانني بحال اللي بقى قلبي تيحرقني تطلعت شي شويش وعاوتاني بدات تطفى وما قدرتش نوقف نسطب بكل شيء لانني ما قدرتش صافي ولفت بكم. تنتمنى على الله ان شاء الله الرحمن الرحيم نكون قديت نوصل الفكره ديالي راهي الصوت تيكون بين الانسان قدرت نوصل الفكره ديالي اللي عندي ونتمنى على الله تكونوا على خير وتبقوا على خير واللي عندها ممسح حبيبتها تهلا فيها واللي ما عندهاش الله يرحمها ويوسع عليها ساعتكم بروكه نهاركم بروك. وقبل ما نمشي حيت طلبتني واحد السيده قالت لك اللباس اللي تتلبس فاش تكون خارجه هذا راه المونطو عاد خديته كيف ما قلنا تنصدقوا حويجاتنا الاولى باش تيسهل علينا الله تعالى تناخذوا حويجات وحدين اخرين. هذا خديته تري كلاسيك كما تتشوفوا هكذا داير والقب هو هذا هكذا داير هكذا يا بالفرو هذا ديك الفرو اللي ماشي يعني جاب ما بينو بين ودير هذا حيت البرد هكذا يا لابد تنديرو ان شاء راه البرد والجو يعني صعيب شويش نبقاو بلا حتى شي حاجه. وشنو كنت باش نقول لكم واحد حاجه وحده اخرى الله يثبتنا على الشهاده على التصوير كما تتعرفوني انا مثلا يعني ما عنديش ما تنقدرش نخرج نصور في لي ماغازان كان خصوصيات ما تنقدرش يتقبط معايا شي واحد تكون عندي مشكله او شي حاجه. لهذا تنطق نصور غير في قلب الدار بحال دابا هكذا المنظر رائع
غزال يعني غزال عجبني، قلت ما فيها بس نشكو معكم باش نقلب عاوتاني تشوفوا هكذا المنطقة رائع رائع غزال فوالا. وماش نحاول ندير اكثر من جهدي، المهم انا دابا داكشي اللي تنقول لكم طلباتكم على راسي وعيني، هي الله يعطيكم الستر يعني المواضيع اللي حبيتيوها، قلت لكم فاش نشوف اكثر من 10 باش ندير الفيديوهات. نهاركم مبروك، نعاودها ونعاود، ساعتكم مبروكه، اللي عندها منتح حبيبتها تهلا فيها، تنحبكم لله وساعتكم مبروكه.